من قرابة 6 سنوات يقدم مجموعة من المتطوعين خدماتهم ضمن فريق نخبة الشمال للإنقاذ، يساهمون في مساعدة العالقين في النزهات البرية أو المفقودين في منطقة الجوف. مراسلنا عبد الرحمن الإبراهيم راح يطلعنا على المزيد من التفاصيل. يا صباح الخيرات. أهلا وسهلا عبد الرحمن. صباحكم سعيد سارة وعبد الإله. وبالفعل فريق جمعية نخبة الشمال للإنقاذ هو فريق تطوعي يقوم أعضاءه بتقديم خدمات تطوعية وإسهامات جليلة تساند طبعا العمل الأمني في مجال أو في تخصص إنقاذ والبحث عن المفقودين في المناطق البرية. نشاهد يعني ما بين الفينة والأخرى قصص بعضها طبعا يدمي القلب لعدم الالتزام بالوقاية أو الإجراءات المتبعة في حال التوجه للتنزه البري، منها يعني الخروج لوحده أو الخروج بدون مؤونة. هذا الفريق يعني من 6 سنوات قدم وما زال يقدم الكثير، يساند من خلال أعماله التطوعية الجهات الأمنية. خلونا نتحدث عن قصة تأسيس هذا الفريق وتكوينه وأبرز المميزات اللي تنطبق على أي عضو من أعضائه. يسعدني أن يكون معي رئيس جمعية نخبة الشمال للإنقاذ الأستاذ عبد العزيز الطالب. صباح الخير. بداية خلنا نتعرف على فريقكم، قصة التأسيس وإسهاماته إلى اليوم. حياك الله، مرحبا بك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في بدايته طبعا عام 2014 في 1/9/2014 بداية التأسيس الفريق، مجموعة من الشباب المحبين للبر وبنفس الوقت متطوعين الله يجزاهم خير، فكانوا بدايتهم تأسيس الفريق برئاسة الأخ عبد الحكيم الخليوي، وبعدها بسنة تقريبا ترك الفريق واجتمع أعضاء مجلس الإدارة واختاروني الله يجزاهم خير لرئاسة هذه الفريق. لو نتحدث بشكل بسيط عن أبرز أعمال الفريق وبالأرقام يعني وش ما وصل له الفريق حتى اليوم. طبعا الفريق منذ تأسيسه 2014 إلى يومنا هذا عدد المفقودين اللي تم العثور عليهم 77 عضو أو مفقود، منهم 11 متوفين غفر الله لهم والباقيين أحياء والحمد لله والشكر لله. فالإنسان اللي يبحث عن المفقود سواء حيا او ميتا، الموت والحياه بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيدنا نحن. صحيح. حنا فقط العثور عليه. طيب في حال ورود اي بلاغ لكم كفريق، وش المراحل اللي مر عليها البلاغ بدايه من تشكيل فرق البحث حتى العثور على المفقود؟ طبعا في البدايه ولي المفقود يجب انه يذهب الى المركز المخصص له وعمل بلاغ عن المفقود وإعطاء المعلومات كاملة عن المفقود، وين الاتجاه، رقم الجوال، عمر المفقود، نوع السيارة، المعلومات الكاملة. ثم بعد البلاغ يعطينا بالنسبة لنا خبر على جوال الفريق برسالة نصية يفيد بوجود مفقود ووضعه كذا كذا. فعن طريق نحن بعد نجتمع مع زملائنا ونحدد ساعة الانطلاق وموقع اللقاء الفريق ونبدأ عملية وضع خطة البحث بإذن الله تعالى وننتشر. يجلس يوم يومين ثلاثة على إذا حصل الفريق المفقود فتنتهي المهمة. فإذا حصلناه مثلا لا قدر الله متوفي، تنتهي مهمتنا بالاتصال بالجهات الأمنية للعثور أو الحضور للموقع لاستلام الجثة. والحمد لله على كل حال. طيب اسمح لي أن نتعرف على أبرز مميزات أعضاء فريق نخبة الشمال، أبرز الاشتراطات اللي تشترطونها لعضوية أي شخص، وأيضا نتحدث عن التجهيزات الموجودة عندكم من ناحية السيارات والأجهزة اللي تستخدمونها في عمليات البحث. طبعا يجب أن يكون العضو أصلا ملم وراعي بر ويحسب عارف أنها يعني ومعه أجهزة كاملة من أجهزة الاتصالات، الجارمن، السيارات دفع رباعي بحيث انه يعني معه ونش، ممكن يكون معه ونش، ممكن يكون معه ثريا، ممكن يكون معه ونش سحب، يعني السيارة تكون مجهزة لأنك تتعرض خلال الرحلة إلى بعض المواقف اللي يعني ربما يكون فيها أيام الأمطار خاصة،
في الطين في مسافات بعيدة، فنحاول أن يعني يكون العضو كامل بسيارته بأجهزته كاملة بإذن الله تعالى. هذا أهم اشتراط بالنسبة للعضو، وبعد كذا يسجل عندنا تسجيل رسمي ونصرف له الأشياء الاستيكرات والسدريات والأشياء الخاصة بالجمعية، فبإذن الله ما عندنا أي مشكلة. وحنا ندعو الشباب بالعكس، يعني ندعو الآن الشباب من خلالكم للانضمام للجمعية، للانضمام للجمعية لأكثر من نعم. إذا في ختام هذا الوقت أود أن أقدم لك الشكر الجزيل على معلوماتك، واسمح لنا سارة وعبد الإله بالمشهد من أمام الكاميرا. هذه هي أبرز تجهيزات أو أبرز مركبات فريق نخبة الشمال للإنقاذ، وهي مركبات مجهزة يعني للشخوص إلى مواقع البرية والبحث عن المفقودين. الله يحفظهم ويعطيهم العافية ومساندة الجهات الأمنية في هذا الجانب. جزاهم الله وإياك كل خير، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن الإبراهيم مراسل الإخبارية من الجوف.